إذن نبتدي بالفانكشن. إذن نبتدي بالفانكشن. الفانكشن هو عبارة عن دومين وكودومين. إذن فبصير يعني نوع الارتباط بين هالاثنين. إذن الدومين ممكن يكون أي شيء، والكودومين بعد ممكن يكون أي شيء. تمام؟ ولازم يكون شنو الدومين اللي هني يكون له ربط بين الكودومين. يعني شنو؟ انه بس رايح حق شيء واحد. لو مثلا من نفس الدومين طلع سهمين، هاي مو فانكشن، لازم بس اتجاه واحد. ممكن اثنين دومين يشاركون في نفس ال شو اسمه النقطه، نفس هني، نفس ادمز وهايرو ما شو اسمه، زين، عند مشتركين في نقطه A في الكودومين. زين، ولكن بالعكس ما يصير. انه شنو؟ انه من هني A سهمين رايح حق شو اسمه، ما يصير. اوكي، او من هني ادمز يروح حق A وB، بعد ما يصير. زين، فهاي نسبه حق الدومين والكودومين. عندنا حالات اللي هو شنو، 1 to 1 function and on to function. زين، 1 to 1 شنو معناته؟ معناته كل دومين له يونيك ايمج. مثلين شوفوا هني، ال A عندها 4، ال B عندها 5، ال C عندها 1، ال D عندها 3. كل واحدة منهم عندها ايمج خاص من الكودومين. زين، مو نفس الشيء. اوكي، ف الارقام كلها مختلفه. صج ما اخذوا كل الكودومين. زين، لاحظوا الاثنين بغت بروحها، ولكن شنو كل واحده منها يونيك. فهاي الفانكشن يعتبر شنو، 1 تو 1 فانكشن، لان شنو كل واحده منها اخذت يعني يونيك النتيجه مالتها. زين، هني شنو، هني الاون تو، هني عندي 4. اوكي، 4 وهني 3. زين، هني الاي، الاي والدي راحت الثري. زين، والسي راحت الوان، والبي راحت التو. كل اللي هني راحوا حق كل اللي هني، فيسمونه اون تو فانكشن. اوكي، وهي معناته ساعات شنو بيصير، ساعات الاثنين يصيرون ويا بعض مثل ما نشوف. خلينا نغطي على الهاي عشان نقدر نفهم. زين، مثلا عندنا خل بحاول اغطي، ما يتغطى بس مو مشكله. خلينا نشوف مثلا هاي شنو بيكون عباره عن شنو، هاي عباره عن شنو بيعتبر 1 تو 1، لان ليش خذ كل الدومينات كلهم يونيك ولكن ما اخذ كل الكودومين. اوكي، هاي يسمونه كودومين اللي هي الصوب. زين، فبقت واحده، فمثل ما نشوف هني 1 تو 1 نوت اون تو، لان ليش واحده منهم ظلت بدون دومين. زين، نطالع هني، لاحظوا هني، هني A رايحة حق 2 وبعد D رايحة حق 2. زين، فمعناته انه مو يونيك، مو كل شيء يونيك عندنا. فهاي بيكون نان 1 تو 1 ولكن اون 2. شوفوا هني اون 2 نان 1 تو 1. اوكي، لان ليش الاثنين مشتركة بين اثنين دومين، فغطت كل اللي موجودين في الكودومين ولكن الدومين مو كله يونيك. زين، خلينا نروح هني، هني مثل ما تشوفون غط، خلينا نشوف، غطى كل شيء، يعني كل واحدة منهم عندها ايمج يونيك. زين، واخذ كل الكودومين، فهل هم بيكون 1 تو 1 وهم بيكون اون تو ثيناتهم. زين، خلينا نشوف هني، هني بيكون شنو؟ بيكون خلينا نشوف، هني ما بيكون طبعا ما بيكون اون تو، لان ليش في واحدة قاصرة ما لها ذي، وبعد ما بيكون يونيك، لان ليش في اثنين دومين A و C زين مشتركين عندهم شيء متشابه، فمو كلهم يونيك. زين، بنروح حق هني، مثل ما شفنا هني طالع سهمين من الدومين نفسه، فهاي معناته ان اصلا هاي مو دومين. اوكي، شوف هني not a function، sorry a function not a function، هني either 1 to 1 or on to. تمام، اذا اثنيناتهم نفس الحالة 1 to 1 يسمونه bijection.
تمام. اذا شنو قال لي هني، قال لي if the both 1 to 1 and on 2 we also can say the function is bijection. تمام، هاي نقدر نطلع بعدين العكس مالتها اللي هو if function يعني القلب مالتها function minus 1. اعتقد لهني واضح، فخلنا نروح حق أسئلة الواجب. ونشوف شلون نقدر نحلهم. عندنا هالثلاثة، هاي الثلاثة اللي بنحلهم، بعدين بنحل الأسئلة الثانية. إذا شنو قاعد يقول لي؟ For each case، يعني كل واحدة مثلين. Terminate if the assignment is function، أول شيء بيعرف إذا function ولا لا، بعدين one to one، بعدين on to or bijection. أوكي؟ فشنو بنسوي؟ خلينا ناخذ أول واحدة. اول شيء اهم شيء لازم نعرفه انه شنو، هل هو فانكشن ولا لا، هاي اهم شيء. خلا بس اخذها مع الكوبي اذا يسمح لي، خل اشوف بياخذها كصوره افضل اريح، نخليها هني. زين لازم نطالع اول شيء الدومين. الدومين مالي شنو؟ الدومين مالي R إلى R اللي هو شنو؟ real number. real number إذا تذكرون اللي خذيناه في الكتاب، زين real number تحت شنو يعني ذلين كامل صايرين داخل وين؟ داخل ال real number. أوكي، وإذا حطينا plus قدامه بيكون شنو؟ positive real number، بس ال positive كسور وكل شيء وياه. تمام، بعدين عندنا complex number. وشنو عندنا؟ rational و non-rational. اوكي، فخلنا نروح الحين نرجع حق السؤال. فشنو عندنا؟ rational او real number، real number to real number. زين، فلازم نشيك كل الاعداد اللي في ال real number تروح حق ال شو اسمه، حق ال يعني حق ال حق الكودومين بدون ما يعطينا انفينيتي. اذا اعطاني انفينيتي يعني انه ما يصير، ان هاي الفانكشن مو شغاله. فخلنا نشوف مثل ما تشوف، نقدر نخلي اي مثال. هو احسن طريقه ان شنو نطالعه بالجراف، وقت اللي نكتب هالمساله في جراف زين بيطلع لنا بالضبط المسألة شلون طريقتها. فعلشان كذي زين بنستخدم موقع، خل بس اوري لكم الموقع دقيقة. وولف فور الفا، وبنحط الفانكشن داخله. شلون بنحط الفانكشن؟ خل اوري لكم. مثل ما نشوف هني هاي الفانكشن اللي عندي 2x minus 7 بالضبط، اكتب نفس الشيء 2x minus 7 سوري بالعربي دقيقة 2x minus 7 إذن مثل ما نشوف ان الجراف صاير ماله ما في متقطع، مو ما في يعني مو متقطع في النص. وشنو والاكس مثل ما تشوفون هاي اهم شيء، الاكس صار 7 على 2، يعني كل الارقام اللي هني بتصير تكون هناك. فمعناته شنو؟ تشوفون هني اول ريل نمبر، حتى هني اعطاني دومين اول ريل نمبر. اوكي عادي. زين هني بعد شنو قال لي؟ بايجكشن فروم ذا اتس دومين ار. تمام، فمعناته ان هاي فانكشن ما فيه مشكله. زين فبنروح شنو؟ ما دام فانكشن بنكتب شنو؟ all x element then of r خلا بغير الخط بعد شوي is
is اتوقع كذي بنكتبها او بنكتب شنو equal equal f اللي هي الفانكشن هذه اوكي هاي الاف is يا x function نقدر نخليه الافضل نخليه x function يعني نحط فاصلة خلينا نحط فاصلة يمكن افضل فاصلة هاي f function element الحين شنو الدومين اللي هو من الهاي r بعدين شنو بنكتب بنكتب f function لحظة f is تدرون خل بكتبه بخط عادي يمكن افضل f انتو بتحطون f مثل ما هي فوق زين is function الحين السؤال الثاني اللي نحتاج نطرحه هل هو one to one زين فهني بني تحت بنقول له one to one ونحط هني مثلا علامة السؤال عشان نعرف هل هو one to one زين فعلشان نعرف هالجواب شنو بنستخدم مرة ثانية بنستخدم الموقع بنطالع الجراف مثل ما تشوفون الجراف شنو صاير صاير كله سيدة مو مقطع هاي شنو معناته معناته كل element خلي بس اكبر هاي كل element من ذلين بشوف صار اكبر ما يسمع اذا كل element من الجراف يعني مثلا شوف هنا عندي x وعندي y الواي بتكون النتيجة ولكن كل x اعطيه زين يعني مثلا هنا صفر بيكون كم بيكون تقريبا هني سبعة أو شيء كذي ماينس سبعة زين إذا عطيت ون خلينا نقول مثلا هني بيعطيني قيمة كم تقريبا ماينس ستة إذا قلت له تو بيعطيني هني اللي هو تقريبا ماينس ثري إذا قلت له فور لا هني مو فور هني يمكن 3.6 شيء كذي بيعطيني صفر وهني كل مرة في قيمة زين فشنو يونيك صاير فكل مرة في قيمة إذا شفت الجراف صار بهالطريقة سيدة أوكي أو يعني شنو ما رجع على نفسه ما صار يو كيرف يعني معناته إنه هاي one to one يبقى عليه شنو بس أسوي البروف من كذي أنا شنو أبغي أقص الجراف وأخليه في وين في البنت عشان نتذكر هالنقطة ان الجراف ماله شنو يونيك او كل الاليمنت لهم يونيك فاليو فيوم اخلي الجراف هني لو تلاحظون صار ستريت كامل يونيك فمعناته انه 1 تو 1 اكيد اذا بنروح الحين بنحاول نثبت 1 تو 1 اذا 1 تو 1 علشان اثبته عندي طريقتين طريقة أقول له شنو خلا بكتبها بلون ثاني أقول له في طريقة عكسية وفي طريقة ويا شو اسمه طريقة العكسية الانفرت زين أقول له A not equal بعدين بحط عليها not لأن الحين ما أقدر not equal B implement خلنا نحط سهم ما في بعد سهم خلينا نحط سبيس عيل function a not implement or not equal function b بضبط الحين بس خلص الفكرة هني الطريقة الثانية إن شنو أبتدي من الفانكشن أقول له if function a equal function b implement بنحط هنا سهم a equal b
عندي هالطريقتين، يا استخدم هالطريقة أو الطريقة الثانية. الحين خلي بس أضبطها علشان يكون واضح. زين، أول شيء بنحتاج شنو؟ بنحتاج نحط خط إن هني شنو؟ اللي فوق كله شنو؟ not equal. not equal. not equal. not equal. بعدين شنو نحتاج؟ نحتاج نحط السهم. implements وهني بعد نفس الشيء implements. تمام، فعندي طريقتين علشان اعرف ان هل يعني اسوي proof حق ال 1 to 1. تمام، بس احط هني عشان اعرف ان هاي قانون، هاي قانون ماله، يا كذي استخدم او بالعكس. إذن احنا في هالحالة بنستخدم الانفرت، نستخدم الفوقي. ليش؟ لانه اسهل، ومثل ما تشوفون ان الاليمنت قليلة. فشنو بنقول له؟ فبنكتب اول شيء صياغة، بنقول له let a and b، بنستخدم a و b مثل ما شفنا هني في القانون، هني بعد نستخدم element of، بحط ال e بعدين of شنو؟ of the domain. اوكي، ار اوكي، مو حط بلاس ولا شيء، فانا بعد بحط نفس الشيء. زين element of، وبعد شنو؟ بعدين نبتدي نقول له a not equal b. زين سوري قاعد اخربطكم لان ما اقدر يعني هم ارسم هم دي نفس الوقت. بعدين implement، فخلى الحين اصلح الاشياء اللي مفترض اسويها هني. implement وهني not equal، وبعد بنحتاج سهم. زين اذا مثل ما شفنا a not equal b، نحتاج شنو؟ enable function. فعلشان enable function شلون بيكون الطريقة؟ بنقول له if الفانكشن، الاف مالتها كذي اوكي، فانكشن اللي هي هاي. تمام، هاي بعد لازم نعدلها حتى اللي داخل هني الاف. زين ففانكشن a اللي هي شنو اول وحده؟ فانكشن a في القوس not equal فانكشن b. زين الحين شلون بنترجم؟ مكان الاكس بنحط a والدي. زين فاول شيء شنو؟ اول شيء نقدر ناخذ قبل الفانكشن النهائي، بنقول له شنو؟ خلا بعد هاي اخذها مره واحده، بنزل تحت شوي، بنقول له شنو الفانكشن مالتنا؟ 2x 2x minus 7، ولكن احنا بناخذ اول جزء، بنقول له شنو؟ بنقول له 2a هني not، ها not equal 2b. اوكي خلا بعدل implements، هاي الاثنين ما يساوون بعض. implements بنكتب الفانكشن الحين مالتهم اللي هي 2a minus 7 not equal 2b minus 7. تمام، هني not equal ها، لان ليش كل شيء خذيناه بالعكس؟ not equal minus 7. فاحنا بهالطريقة اثبتنا ان الفانكشن ما تساوي. والحين شنو؟ يوم قلنا له a2 not equal b2 وخلينا الفانكشن، فاذا شنو بيصير بعدين؟ اذا خلو برسمها احسن يمكن. function a، تدرون هاي نقدر نشيلها من هني احسن، نشيلها من هني اصلا هاي كامل، خلا نسوي لك cut، نبتدي من هني اول خطوة يمكن اضبط.
إذا لأن آخر شيء نبي إحنا هاي، فبنقول له آخر شيء شنو بنقول له؟ بنقول له function آخر شيء، لأن إحنا خلينا قلنا هالfunction A ما يساووا بعض، فيعني function A not equal function B. في الحالة أثبتنا أن شنو؟ أن هالfunction مالنا هو عبارة عن one to one. اوكي فالحين function خلنا نكتب صوب كتابة is one slash one to one. ازين الحين السؤال الثاني، هل مفهوم هني؟ هل في سؤال؟ هل في شيء هني؟ اذا في سؤال خبرونا، انا بروح حق الثاني اذا في سؤال وقفوني. زين الحين شنو؟ بنروح حق التكمله مالتنا. زين فبنروح حق شنو؟ بنروح بنسال مره ثانيه الحين سؤال function is onto، وبنحاول نحل السؤال. زين ف أنتو شلون؟ مثل ما عرفنا أنتو لازم ياخذ كل الإليمنتس، ولكن علشان نعرف أن كل الإليمنت ياخذها بنعكس المسألة، بنستخدم الواي والإكس. برايكم شنو اللي أقصده؟ بنقول له شنو؟ يعني كنا شنو سوينا؟ شوفوا الحين برايكم شنو المقصد يعني؟ شوفوا هني هاي الدومين وهني كودومين. زين فشنو بنعكس؟ هاي بني بهني وهاي بني بهني. شلون المعاكس المعادله بنعكسها؟ بنخلي الواي هو الجواب، ولكن شنو يعني نعطي الواي يعطينا الاكس. فهمت علي؟ فبنعكس المساله، اذا واحده من النقاط ما اعطاني فبيعتبر المعادله شنو؟ نوت اون تو. مثل ما هني نوت اون تو لان سبب شنو؟ دي مو مستخدمة. فالحين نرجع حاجة هني if is onto، فبنروح أول شيء بنكتب let y okay element، أنا لا أحتاج أرسمها of شنو؟ of الدومين اللي ورا okay of r. خلا بس شوي وحط أسهم وحس أحسن. زين ان هاي الدومين اللي ورا اوكي، لان ليش احنا عكسنا المساله كلها. زين هاي خله بس ينزل وين راح الار؟ لحظه اوه راح بعيد. زين دقيقه بس ما ادري ليش راح بعيد، بس يعني زين هاي هو الار تمام. وهني بعد ما ننسى ان شنو element اوكي. زين هاي الار واللي فوق بيكون الار الاوليه اللي فوق هني، هالار بتكون اي وحده؟ هذه. فخلي برسم عليها بعد الدائره. زين فبتكون شنو؟ بتكون عباره عن هاي اوكي. في ال 1 تو 1 بتكون هاي الدومين. زين وفي الجسمه اون تو بنخلي كودومين تمام. إذن بعدين بنكمل.
بنكمل وبنحط شنو؟ بنقول له بنحط فاصلة. زين السؤال شوي مو واضح، علشان نعرف 1 تو 1 مفترض نعكس ونعطي مثال 1 تو 1 ولا اون 2، بس عشان شو اسمه اركز 1 تو 1 ولا اون 2. One to one شنو اللي نعكسه؟ invert invert قانون. إيه عندنا قانونين، عندنا قانونين عندنا يا نستخدم a not equal b implements a function not equal function b، هاي القانون اللي هو invert العكس، أو نستخدم شنو بالعكس اللي هو شنو function a equal function b implements a equal b. بعدين بالجبرة بنراويهم ان اثنيناتهم نفس الشيء، تمام؟ لان ليش؟ لو نروح هنا دايركت لو تلاحظين a to a غير عن to b، مو نفس الشيء. زين a ممكن يكون رقم، b ممكن يكون رقم، فمو تساوي. بعدين حطينا الفانكشن فيه، زين اللي هو هاي to a، او شي خذيناها بروحها to a، وهنا to b اللي هي شنو 2x، ولكن مكان الاكس حطينا b كانها variable، اوكي كانها رقم ال a وال b. بعدين شنو خلينا الفانكشن كامل اللي هو 2x minus 7 2a minus 7 not equal to b minus 7، لان a و b مختلفين مو نفس الشيء. فشنو على هالاساس يوم حطينا الفانكشن كامل فقلنا خلاص الفانكشن a ما تساوي الفانكشن b، وانتهينا اثبتنا ان الفانكشن هو عباره 1 تو 1. بعدين بناخذ شنو العادي اللي هو فانكشن a equal فانكشن b implements a و b، هاي بنشوفها بعدين. اوكي في وايد اسئله الدكتور حلها انه كان شنو حتى يطلع طريقين ان نقدر ناخذ هاي ولا ذا. الثاني كان يكنسله بسبب شنو الكود دومين كان مختلف، انه مثلا كان زائد او كان ناقص يكنسله. ما ادري اذا وضحت الصوره الحين، وضحت الصوره؟ مفهوم الحين القانون عكسناه؟ تمام. اذا خلينا نروح حق اونتو. الاونتو زين شنو معناته؟ احنا نبي نطالع النتيجة اللي هي الواي قبل. فشنو بنقول له؟ بنقول له function، هاي ترى سيمي كولوم، ها بنقول له function x اوكي تساوي شنو؟ تساوي الواي. احنا شغلنا بالواي. إذن شنو نبي نطلع؟ نبي نطلع جواب الإكس، بعدين شنو بنعطيه الواي ونشوف شنو بيكون جواب الإكس. أوكي فبنسوي لنا فانكشن، بنشيكه بالكالكوليتر، بعدين بنشوف إذا الفانكشن شو اسمه. إذن فشنو بنسوي الحين؟ الواي بتتم نفس ما هي الفانكشن إكس أوردي عندنا إياها هذه، ولكن شنو بنطلع الإكس برا علشان نعرف شنو الجواب ماله. فبنقول له شنو implements هلا اخذ هاي كوبي امبلمنت اوبس امبلمنت شنو الحين بنحط الجواب الفانكشن بنشيله بنحط مكانه، يعني اف اكس بنشيله بنحط مكان الفانكشن اللي هو شنو اللي هو 2x minus 7 تمام. فبنروح بناخذ ال two seven equal شنو equal y
زين احنا هدفنا شنو الحين؟ هدفنا ان نخلي الاكس يساوي المعادله. زين هاي يعني هاي القانون حاليا الطريقه اللي موجود يعطينا الواي، احنا ما نبي الواي نبي الاكس. فشلون؟ فلازم نعكس المساله. اول خطوه كالجبرة شنو بنسوي؟ بنشيل السبعه بنحطها هناك. شنو معناته بالضبط ان نشيل السبعه نحطها هناك؟ يعني ان نقسم المساله سيناتهم، يعني هس لان الحين عندي طرفين، اذا عندي يساوي بينهم فهاي طرف وهني الطرف الثاني، فهي هني اقول له زائد سبعة. ليش ابي امسحها؟ ابي اكنسل ذي. ومره ثانيه اي هني واقول له زائد سبعة. اوكي في ناس شنو دايركشن يشيلون سبعة يحطونها هناك، ولكن الفكره جت من هالشيء. اذا فالمساله شنو بتصير الحين؟ المساله بتصير 2x تساوي y plus 7. واضح؟ واضح الاختصارات؟ لان هالاختصارات الواحد ساعات ما ينتبه لها، فشوي يعني شو اسمه خربط الواحد. فاذا واضح قولوا لي. زين فالحين حاليا ودينا السبعه ذاك الصوب، بقى شنو؟ بقى هني 2x. إذن ال2 مضروبة في الx لأنها مضروبة، فشنو بتروح هناك طرف الثاني بالقسمة، فشنو الحل مالها؟ إن شنو نقسمها على الصوبين، فبنقول له بنقول له divide 2 هني بتكنسل. إذن وبعد divide 2 هني، أوكي. فشنو بيصير الجواب؟ الجواب بيصير هالمرة x equal y plus 7. زين خلا بس عشان يترتب انا بس بخلي هني 2 بحط فوق ذي خط لان لي صار تحته لان الكل مقسوم على 2. زين بس بحط خط. اوكي فهل الجواب النهائي اللي احنا طلعناه حق المسألة مالتنا ان شنو؟ x تساوي y plus 7 على 2. تمام. فلاحظوا الكودومين الحين شنو مفترض شنو يعطيني؟ يعطيني الدومين مالي. اذا اعطاني شيء غير الدومين معناته غلط، او اذا رقم واحد قال لي انفينيتي يعني هاي شنو مو انتو. الطريقه السهله عشان اعرف زين الفيريبل ذلين شلون طريقتهم احطه في وين؟ في نفس الموقع الكالكوليتر. فاي هني شنو اقول له الدومين مالي شنو كان؟ y plus 7. اوكي y plus 7 y plus 7 لا ننسى الأقواس، أقواس والضرورية علشان يعرف الكل على 2. تمام. فالحين شنو بنروح بنطالع رسمة الجراف. ساعات يكون في فتشة في رقم غير موجود، زين مثل ما نشوف اوكي هم يونيك وهم شنو كل الأرقام موجودة. تمام. فالحين أي رقم بنحط عادي إن بيعطينا جواب. يعني شوفوا الحين الواي لو حط مكانها واحد زين عطاني أربعة، لاحظتوا خليت خمسة. حتى إذا حطيت كسر كسر خلا بس أحط قوس دقيقة مثلا بعد عطاني رقم أوكي عادي، لأن ليش هناك بعد الدومين مالي ريل نمبر فعادي قاعد يعطيني، ما قاعد يعطيني إنفينيت. خلا بحط صفر عطاني رقم، لاحظتوا كل مالي قاعد يعطيني فاوكي فالدومين مالي سليم. فشنو بنكتب الحين مدام حصلنا ان كل الارقام تنكتب لي؟ فشنو بنقول له؟ بنقول له the function is unto. نقدر شنو نحط رقم؟ يعني نقدر نحط for all y there are is x يصير اي شيء نقدر نكتبه. خلا بصيغه بصياغه انتم تقدرون تغيرون على كيفكم. فبنكتب هل فانكشن مالتي بنقول له لا تدرون خلا نحطه كذي احسن for all y is
for all y طاطس شو اسمه فاصلة هني إذا أنا مو غلطان. ساعات الواحد ينسى x element لأن هاي جوابه لا of r أي r أقصد الأول وين مالت ال r أوكي هاي اللي أقصده تمام. نقدر شنو نكتبها بطريقة أفضل من كذي إن شنو نقول له for all function زين لا هني y y اتوقع كذي اذا انا مو غلطان يا x for y لا مفترض بالعكس x element of r هالسؤال محلول زين دكتور حله ما كتب ملاحظات ما كتب ذي بس كتب شنو the function is onto وبس تمام كتب function is onto هاي زيادة أنا كتبتها إن شنو كل شيء من هني كل value حق ال y زين تساوي ال x implement r اتأكدوا من هنا كتب هالطريقة ولا لا لكن هاي الفكرة يعني زين بعدين نقول function is onto إذن الحين شنو مدام on to ونفس الوقت one to one فشنو بيكون أكيد بيكون bijection فمئة بالمئة بيصير شنو bijection فالحين بنروح حق bijection direct بنقول له بنكتب شلون بنكتب كذي function is on to ترتيب مو مهم onto وبعدين بنكتب function is one to one اوكي الاثنين بثبتها الاثنين شنو بيصير؟ بيصير الفانكشن implements الفانكشن بتكون شنو؟ is bijection bijection مو متأكد خلا بس دقيقة نشوف الكتاب bijection ولا bijective ها بالفي إذن bijective فالحين علشان نأكد إن bijective فشنو لازم نعطي العكس الفانكشن اللي هو بس دقيقة خلا أكبر ذي مسألة شوية طويلة فيحتاج لها مساحة أزيد إذن لأن bijection فشنو بنقول له لازم نعطي اللي هو f الفانكشن minus one الفانكشن نفسه ولكن عكسه يعني minus one أوكي فبنقول له let y لأن شنو الحين عكسنا المسألة y element of r fx equal y okay implements بنحط شنو المعادلة مالتنا نفسها
بنقول له x equal 7 plus oh sorry هي 7 plus y plus 7 اللي هي اي واحدة هذه اللي طلعناها y plus 7 على 2 زين تحت بنكتب function minus 1 اوكي نعطي الدومين وكودومين r implements r يساوي function minus 1 تقريبا حفظ bijection يعني بيكون نفس الطريقة يعني الخطوات بس نفهمها وخلاص يساوي y plus 7 2 لاحظوا هني ويا شغلة هني شنو عطيناه عطيناه y زين وعطانا ذي ليش عطانا ذي ليش كتبنا احنا ذي لان ذي كامل عبارة عن شنو عن x نفس الشيء يعني حتى لو كتبنا x مفترض صح بس اتوقع بيكون اوضح لو شنو خلينا المعادلة كلها فهمتوا صاير العكس كامل العكس صاير لان minus 1 لا فيعكس الشيء توقع واضح كان حق هالسؤال فإذا عندكم سؤال حق البايجكشن يا أنتو خبروني إذا مو أوكي أو شيء تبون أعيده خبروني علشان ننتقل حق السؤال الثاني إذا أنا بنتقل إذا في شيء تبون تسألونه خبروني هاي نسبة حق أول شيء ومحلول أوريدي ذي فبنروح حق سؤال ثاني أو تدرون خلينا نروح ثالث ثاني أزعل السؤال الثاني شنو قال لي؟ قال لي أعطاني هالدومين من شيك الحين هل هو عبارة عن أوبس بغلط هل هو عبارة عن function ولا لا أهم شيء أول شيء نشيك هل هو function ولا لا فالحين خلنا نطالع والfunction متى بعرف يعني لازم كل الدومين إذن يقبل يعني يروحون حق الشسمة إذا الرقم واحد بس غلط فما يصير شوفوا الحين شنو الدومين مالي minus r وهنا شنو عندي لازم الكودومين يكون شنو plus r فلازم الجواب دائما يطلع لي R اوكي فخلنا نشيك نشوف اول شيء ناخذ الفانكشن نحطها في الكالكوليتر نشوف الجراف مالها شلون 1 minus 3 سكوير زين بنفس الشيء بنقول لها 1 minus 3 سكوير اعتقد كلكم تعرفون السكوير اشارتها بهالطريقه زين وخلنا نرسم ونشوف لحظة أنا أتوقع نسيت شغلة الـ x يكون هنا x عندي x تأكد إيه زين شوفوا وياي إحنا شنو نبغي نبغي يكون في عندنا r أوكي r plus دومين إذا طالب مني R plus بس ما في غيره شوف هني الفانكشن شنو قاعد يعطيني قاعد يعطيني في الماينس ومرة ثانية في الماينس فمعناته شنو إن هالفانكشن شو اسمه مو شغال عندي وأي رقم أحطه مثلا خلنا نقول خلنا نحط زيرو شنو بيعطيني لا زيرو أوكي شكله خلنا نشوف مرة ثانية زيرو وان اوكي وان اوكي عطاني في الهاي خلنا نحط وان وان عطاني ماينس تو فهاي شنو هاي كاونتر كاونتر اكزامبل إذن اذا حطيت تو عطاني ماينس 11 إذن هاي كاونتر اكزامبل ثاني اذا قلت له 3 كم عطاني ماينس شو اسمه
26 دخلت 5 بعد قاعد يزيد وانا بعد بزيد الارقام بشوف كل ما قاعد ازيد الارقام زين قاعد يزيد وياي شوفوا هني قاعد يزيد زين الحين نروح بالماينس نشوف شنو بيصير حتى بالماينس خلينا نقول 5 زين بعد نفس الشيء نروح ماينس 2 زين بعد ما فادني لان ليش هاي تربيع لا فتربيع يخليه موجب يصير موجب ولكن الدومين اللي 3 هي سالبه فاي عدد يخليه سالب فهمتوا علي الا هالجزء هالجزء خلينا نشوف اي رقم هاي شوف اي رقم بس رقم 0.5 بس اللي شو اسمه اللي اوكي خلينا نشوف 0.5 لانه واحد بيكون شوفوا 0.5 اعطاني رقم موجب و0 خلينا نشوف 0.9 لا بعد سالب 0.6 بعد سالب اذا خليته بالسالب بعد اتوقع نفس الشيء نفس الشيء زين ف 0.5 واقل خلينا نقول 0.1 اوكي في هالرينج لو نشوف في هالرينج اللي قبل 0.5 اوكي ماينس 0.5 يا شو اسمه اوكي اما الباقي كله ما يصير اي رقم احطه بيعطيني موجب لاحظوا هني كله موجب بس غريب هني كم اعطيتك اي رقم خلينا نشوف اوكي اي شيء ماينس خلينا نشوف هني شكل اي رقم من هني اعطيه اي رقم ذي خلينا نشوف هاي نزل 1.4 شكل اخر شيء ماينس 1.4 عقب ما يعطيني القيم فشنو معناته هالكلام معناته الفانكشن هاي شنو هاي مو فانكشن اصلا فالجواب النهائي مال ذي if is not a function اوكي بنقول له if is not function خلنا نحط بعد counter example مثل ما رأيتكم تقدرون تخلون وايد أشياء على أساس يكون counter example منها شنو خلا حط بحط اثنين ثلاثة بس بنحط المعادلة بنقول له function خلنا نقول 2 زين بعدين بنحط هني 1 بنحط الفانكشن هني 2 خلينا نشوف الجواب كم يطلع دقيقة ماينس 11 اوكي ماينس 11 not element of شنو of the domain R plus مو domain منه اوكي فهني not equal to R plus فخلي بحط رقم ثاني اي شيء ما يكون شو اسمه يعني مو موجود في البلس فخلاص هو يعتبر الكاونتر اكزامبل هو مفترض هاي الناس تخلونه تحت خلينا نحط هاي تحت احسن اتوقع زين بنحطه هني تحت الناس يكون تحت افضل زين ف وشنو خلى بعد نحط كاونتر اكزامبل ثاني عشان ما تكونوا نفس الشيء كل واحد عنده ذي خلى نحط مثلا رقم 11 equal 1 minus 3 11 او تبون رقم ماينس خلى نشوف اذا ماينس اوكي نشوف ماينس 11 كم بيعطيني اوكي ماينس 11 تبون نحط رقم ماينس بعد اوكي ماينس 11 اعطاني شنو ماينس 32 مثل ما تشوفون كل الاجوبه هنا ما عدا شنو اذا كان فوق ال 0.5 او ماينس بيعطيني هنا في هال
منطقة، ولكن الباقي كله تحت، كله تحت، كله ماينس. زين ماينس 362. اوكي 362 نخليها هاي ماينس، هاي ماينس، ثري ماينس 362 not element of r plus. على فكرة تقدرون حتى تحطون شنو وسوري في شيء غلط أنا تخربط فيها. شو هني؟ هني لازم الدومين يكون ماينس، فما يصير شو اسمه 2 غلط، لازم ماينس 2. اوكي ماينس 2 وهني بعد ماينس 2 اوريدي بيتحول ماينس 11. خلينا نتاكد الدومين لازم يكون ماينس، زين ماينس 11 نفسه. لان ليش بيصير موجب هني؟ تبون تحطون اعداد كسريه تقدرون تحطون مثلا 5.2 ماينس، كل شيء ماينس. ها بعد نفس الشيء كل شيء بتحطونه ماينس، لان ليش الدومين مالي ماينس، لان هاي ماينس. اوكي لا تنسون هالشغلة ان الدومين مالي ماينس. ازين فأحد عنده سؤال هني ليش هاي مو فانكشن؟ اتوقع واضح عدل. على ما اروح حق السؤال الثاني خبروني اذا اوكي ولا لا. ازين بنروح حق هني حق هالسؤال. هالسؤال شنو صاير؟ صاير كسور، وفي شغله وايد انترستد اللي هي شنو؟ ان الدومين مالي دومين يعني قال لي ابي زد كامل، ولكن ما عدا شنو؟ ما عدا صالب واحد. صالب واحد شيله من الحسبه، لان لو لان ليش؟ اذا كان هني صالب واحد، شوف هني صالب سوري واحد، واحد ماينس واحد بيصير شنو هني؟ زيرو. اذا اي شيء تحت في القوس زيرو بيكون شنو؟ انفينيتي. اوكي فما عدا ذلك انه اوكي ان اي رقم بنحطه هني اثنين ثلاثة هاي ما بيكون انفينيتي ما عدا واحد. فشنو قال لي؟ قال لي شيل الواحد من الدومين مالي. اوكي فشلنا الواحد من الدومين. زين فالحين شنو عرفنا ان هاي فانكشن بسبب شنو؟ شال شو اسمه ماينس 1. هاي اذا تتذكرون في الست كنا شنو نسوي ماينس حق سي حق ذي، هالمره شنو ماينس اللي هو ديفرنت زد ديفرنت اوف شو اسمه، يعني كل الارقام ما عدا ماينس 1 ما نبغي. اوكي فهاي نسبه حق الزد الدومين ماله. الحين بنشوف ان هاي فانكشن، هاي اكيد بيكون فانكشن لان ليش؟ ما بيعطيني انفينيت، ما في counter example. اي رقم بخليه بيعطيني شنو رقم، والدومين مالي شنو؟ r، يعني حتى ارقام كسريه اوكي. يعني مثلا خلينا نكتب الدومين، خلينا نتاكد شنو كان 3 plus اوكي plus 3 minus 1 اوكي. فبنفتح قوس، القسمه بتكون طريقتها كالتالي. زين بنكتب هني x plus، او ما نحط x خلينا نحط cos plus 3. زين وهني كان plus 1 اتوقع minus 1 اوكي. اللي بعد cos minus 1. زين بنحط ارقام مثلا هني مساعه قلنا واحد، نشيك الواحد، شوف هني الواحد شنو بيعطيني؟ بيعطيني انفينيتي. شنو اعطاني؟ انفينيتي ريزولت، انفينيتي ما في، لان ليش؟ تحت زيرو صار، اي شيء تحت زيرو مشكله. فدائما ركزوا في المقام هني، خلينا نغيره نحط اثنين مثلا. اوكي اثنين اعطاني رقم عادي، هني ثلاثة عادي، حتى ماينس أتوقع خلنا نشوف دومين شنو كان. دومين عادي حتى لو ماينس أوكي. إذن شلون نثبت؟ نقدر شنو بسهولة نقول له ناخذ هاي اللي تحت أوكي ونقول له
اكس، لو احطه بالاسود قوله اكس ماينس 1 ايكوال 0. زين بعدين بالماث شنو بيصير؟ مو عندنا مكانين، فشنو بننقل الواحد مثل ما قلنا بلس 1 وبلس 1، فشنو بيصير؟ بيصير x equal 1. تمام، لان ليش انا نقلته؟ خلا بس اراكم الخطوه، احنا بلس 1 وهني بعد بلس 1، فشنو صار؟ مكان الزيرو صار 1 وهني انمسح، لان بلس وماينس كنسلون بعض. اوكي، فهني شنو صار؟ x بلس x my equal 1. زين فبنقول له شنو؟ x plus x equal 1. زين not implement of شنو؟ of الدومين اللي عندي اللي هو z z minus 1. لو كان بدون 1 كان الحين شنو؟ هاي not a function. علشان كذي، علشان هالسبب هاي بيكون function، فبنقول له خلنا بنكتبها كذي، if is لحظة بس is function. زين فالحين قلنا له ان هاي فانكشن خلاص، واثبتنا ان شنو؟ ان هاي الرقم بس الوحيد اللي هو عباره عن الصفر. ف خلاص الحين بنروح شنو؟ 1 تو 1. هل هو 1 تو 1؟ زين علشان نعرف انه هو 1 تو 1 شنو اسهل طريقه؟ نروح في بالجراف، ولكن ساعات شنو الجراف شوي يخربطني. خلينا نشوف، مثلا بنحط هاي المساله في الجراف، ما بيعطيني بشكل واضح، شوي تعديل فيه بيعطيني بشكل اوضح. زين فمثلا خلينا نقول لهني اكس اوكي اكس ايكوال اكس. شوف الجراف ما اعطاني واضح ذاك الزود، ليش؟ بسبب القسمه. ولكن اذا رحت في المساله، خلينا نقول ان انا ابي اسوي بروف، ابي اشوف هل هاي شو اسمه 1 تو 1 ولا لا، فشنو بعدل في المساله شوي، بس تعديل بسيط ان اخليهم يصيرون صفه واحده الاثنين. شلون؟ براويكم الحين. مو احنا قلنا القانون، خلي بس اسوي كوبي دقيقه القانون. او حتى بدون القانون نقدر نسوي حركه، مو مشكله، فهي القانون مالنا. بس خلي بسوي حركه، شنو؟ نشيل القسمه نوديها ذاك الصوب. يعني شنو؟ بنسوي الجراف بهالطريقه، من مكان يكون هنا قسمه بنخليه يساوي اوكي، لان شنو صار؟ كنا نقلناه. زين بعد ما صار ما في الترناتيف. زين مو مشكله، فبنعدل شوي في القانون، بتشوفون ان شو اسمه، لان القانون بيكون وايد طويل. زين وايد عندنا اشياء نكنسلهم، فبنستخدم شنو؟ بنستخدم الدايركت اللي هو اف اي ايكوال اف بي امبلمنتس اي ايكوال بي. اوكي الفانكشن اثنيناتهم يساوون بعض. زين فخلي بس احط الفانكشن قدام عيني عشان ما اروح يسار فوق، واهم شيء لا انسى الدومين. اوكي الدومين لازم حطوا وياهم. فشنو بنقول له؟ بنقول له let a and b element of شنو؟ z minus 1 اوكي دومين مالي، بعدين فاصلة
شنو بنقول له؟ بنقول له اف دي بس الله اكبر اف اي equal if b. اوكي خلينا بس نعدل الاشياء اللي شو اسمه خاصة implement اوكي هاي الدومين ثم تشوفون بنبتدي بنسوي له implement ونبتدي الحل direct. دقيقة بس أبي أخذ السهم هني زين يبا لهني الحين شنو بنحط نفس الدومين اثنيناتهم يعني شنو هاي مرة بالA ومرة بالB وبينهم يساوي أوكي بعدين شنو بنرتب الدومين وبنخلي وبنشوف الجراف مرة ثانية تمام ساعات ما يبان يعني الهاي في العادة لاحظت الأسئلة اللي كذي ياي لنا نون فانكشن ياي لنا شنو one to one already يعني يستوي فشنو فالحين بناخذ ذي خلا ناخذ كوبي بعد عشان ما نرجع فوق المرة حطه هني أوكي إذا فشنو بيكون هني عندي فانكشن A وعندي فانكشن B فبيكون المعادلة بتستوي A plus 3 على A إذا غلط شو اسمه كتبوا لي ها لأن ساعات الواحد يتخربط 1 أو minus توني كنت أقول لكم الواحد ساعات يتخربط زين 1 أنا هني 1 equal B plus 3 على B minus 1 أوكي الحين شنو عندنا عندنا نقدر نضرب طرفين في وسطين إذا نقدر نضرب المقام في البسط ونصف المسألة صفة كاملة هاي يصير متى بشرط انه يكون عندي يساوي وما في شيء ثاني يعني مو مثلا زائد 5 ما يصير لازم يكونون كذي ما يكون في شيء بينهم تمام زين فشنو بسوي بضرب كل الاثنين كل عكس في ويا بعض فبصير الضرب بهالطريقه كذي وكذي اوكي فمره ثانيه بنكتب المساله بنخلي اول شيء A بنبتدي من هني ال A بنخليها مرة ثانية بنخلي implements كل ما نحل شيء بنحط implements وكذا يعني الحين بنقول له شنو بنقول له مدام ترتب خلا بنكتبها احسن بس بنقول له A plus A minus 1 زين بعدين مضروبة في شنو ذاك الصوب اللي عكسها اللي هو شنو B plus 3 اوكي يساوي شنو اللي هناك نقدر ناخذ B1 او A3 ما بيفرق زين لأن أريد الضرب A plus 3 مضروبة في b minus 1 فالمعادلة شنو صارت بهالشكل تمام إذن الحين شنو بيصير الحين مرة ثانية بنضرب اوكي الضرب بيكون شنو عن طريق ان اضرب a يعني كل اثنين اضربهم في بعض a اضربهم في هالرقمين وبعدين 1 أضربهم في هالرقمين أوكي
ونفس الطريقة حق هني، نفس الشيء حق هني بيكون نفس الطريقة، أنا أضرب الـ A في هالرقمين والثري أضربها في الـ B، بعدين أضربها في الـ 1. أوكي نفس الطريقة. إذن قبل ما نضرب اثنين خلينا نحط هالفانكشن الحين اللي صايرة سيدة، نحطها في جراف ونشوف هل بيعطينا خط سيدة ولا لا. طويلة شوي. A minus أوكي بنحاول يعني بحاول أصغر هاي عشان أشوفها لأنها وايد طويلة. إذن فبنقول لها شنو؟ بنقول لها a minus 1 عادي نحط a ما يفرق، هو بيعرف ان هاي variable plus 3. وشنو الشيء الحلو في هالمواقع ساعات شنو يراويني الاختصار مالها، زين بعدين احنا بنسوي لها اختصار، الواحد ممكن يغلط شلون يتاكد من هالمواقع يعطيني الاختصار مالها دايركت. شغلة الاختصار شوي بتكون طويلة ولكن ان شاء الله يعني بنقدر يعني اسمع نفهمها يعني بشكل واضح. شوف الجراف شلون 1 تو 1. زين بعدين شنو عطاني الاختصار مالها، شوف الاختصار مالها لوين يوصل، يوصل بي تو اي او بالعكس ما يفرق هاي الاختصار مالها. زين فهني قاعد يراويني ستيب باي ستيب. ساعات الموقع ما اشتغل بعطيكم موقع ثاني لان ليش ساعات إذا تقول لي يعني ما يعطي كل شيء يقول لك go to pro now. زين فشوية الواحد يتوهق، ففي موقع ثاني بعد. فنرجع الحين عرفنا إن شنو 1 to 1 يصير. زين فبنروح الحين بنحاول نفكك المسألة في الأخير نبي شنو نخلي A يساوي B، بس هاي هدفنا. فشنو بننزل بنضربهم في بعض فشنو بيصير، بيتغير ال الشسمة الحروف A ضرب B زين بصير AB، بعدين عندي A ضرب 3، 3 هي positive فشنو بيكون عندي، بيكون عندي positive 3A. زين خلصنا من الـ A، الحين نروح حق الـ 1. minus 1 ضرب B بصير minus B، بعدين عندي minus 1 ضرب 3 فبصير ماينس 3. خلصنا اول صوب، الحين بنروح الصوب الثاني. خلنا بحط مسافة عشان يكون اوضح حق العين. زين الحين A ضرب B فبصير AB، بعدين A ضرب 1 ماينس 1 مهم ماينس 1 ولا ذي فبيكون ماينس A، لان مثل ما تعرفون ال 1 ما تنكتب. بعدين شنو عندي، عندي 3 ضرب B بصير بلس 3B. ليش بلس؟ لأن ال B موجب وال 3 موجب فصارت بلس. بعدين عندي 3 ضرب ماينس 1 يعني ماينس 3. ساعات الواحد يتخربط في هالترتيب فشنو يسوي، الموقع نفسه وينه أعطاني نفس الحل. شوف هنا وياي خلنا نشوف AB 3A B ماينس 3 أوكي، هني بعد AB minus a plus 3 minus 3 اوكي يعني انا شغلي مضبوط. زين فالحين شنو بنروح بنفكك المساله. هالمساله شنو نحتاج نفكك، هدفي اوصل حق a بروحها و b بروحها. اوكي فشنو بسوي، خلينا نبتدي اول شيء اول فكره تكون في بالنا انه شنو نشيل يعني الاشياء المتشابهه نخليها في صوب. زين وكذي يعني مثلا هني شنو صار A و B ميكس ما ينفع، فشنو البيات كلها في صوب واحد والايات في صوب واحد، فشنو نبي البي هاي تكون موجوده هني. فشنو بنساوي ما دام هي ناقص هني اوكي بنزيد عليها وبنزيد على ثاني صوب بعد نفس الشيء. فبنقول له هني بلس B وهني بعد بلس بي اوكي، ف
فشنو بصير المسألة الحين؟ المسألة الحين بصير AB plus 3A، أنا ما أدري كان يبقون منكم هالخطوات، إذن minus 3 equal AB minus A. شوفوا شنو بيصير، ها plus، لحظة هي كانت plus ولا كانت minus؟ يمكن أنا غلطان. 3 في B، لا أوكي الظاهر كانت plus، خلنا نشوف كانت plus أو يمكن نقلها. أوكي خلنا نشوف الحين شنو بيصير، شغلة الماينس والبلاس شوية تخربط الواحد. إذن فالحين شنو؟ فالحين ممكن يصير غلط بس عادي، ما دام احنا فاهمين الفكرة عادي نقدر نرجع الخطوات. إذن خلنا نشوف شوف، خلنا بس أتأكد لأن أتوقع كان في ماينس. اوكي عندي هنا ماينس بي مفترض، خلنا نشوف ضربنا في بعض، لا اوكي الظاهر اوكي الظاهر اوكي. اذا ما علينا، فالحين بنشيل شو اسمه، بصير هنا 3 بي 3 بي ماينس 3 نفس ما هي كانت موجوده، بعدين شنو بنزيد عليها؟ بنزيد عليها بلس بي، اوكي بنزيد عليها بلس بي. الحين شوفوا هل بي وبي 3 نفس الشيء، فشنو نقدر نجمعهم ويا بعض؟ فعلشان نرد نرتب المسألة، بنرد نرتب المسألة شنو بصير؟ بصير اي بي بلس 3 اي زين ماينس 3 ايكوال اي بي minus a plus، لأن هنا عندي واحد وهنا ثلاثة بيصير شنو؟ 4 b minus 3. أوكي فهاي صار شكل المسألة، رتبناها. إذن فرتبناها بهالشكل. إذن الحين بنرجع نكمل، بنشيل بنحاول نشيل ال A والهاي بنختصرهم. إذن الحين شنو عندنا؟ نشوف ماينس 3 نقدر نشيلها، بلاس 3 وبلاس 3 بيخلص عليها، فبنروح هني بنقول له شنو بلاس 3، خلنا أحطها بالأحمر بلاس 3، وهني بعد بلاس 3. وساعات يعني يوم يحلون سريع، شنو دايركت دايركت ينقلون بدون ما يوضحون هالخطوات. هالخطوات هي جبرة ما تعتبر من درسكم، ولكن بعد ساعات الواحد ينسى يعني. فهني يكون اي بي بلاس 3 اي ايكوال اي بي زين minus a plus 4b تمام. الحين شنو نقدر؟ الحين عندنا ال a هاي بنوديها ذاك الصوب زين، فشنو بنقول له؟ بنقول له هني مدامه minus واحنا اللي بنتخلص من هالصوب، فشنو بنجمعه؟ بنقول له plus a، وهني بعد نفس الشيء plus a، وعقب a b plus 3 a plus a equal a b minus، لا مو minus خلاص ذاك لأن انمسح تكنسل، بس هنا عندنا شنو 4 b تمام. إذن فشنو
فالحين بس باقي نرتب المسألة مرة ثانية، لأن ال A الحين لازم شنو تنضاف إلى الثاني، فهنا شنو بتكون A B plus 4A لأن جمعناهم اثنيناتهم نفس الشيء، وهنا شنو عندنا يساوي A B plus 4B. أوكي ف فشنو فالحين فالحين بنكنسل اي بي عندنا من الصوبين وهو اوريدي زائد فبنقصه من الهاي. ساعات شنو تقدرون تنقصونه دايركت في خطوه واحده، يعني مثلا هنا زدنا البلاس تقدرون يعني تنقصون الاي بي وياه، يصير ساعات في خطوه واحده، او مثلا هني او اي مكان يعني محدد تقدرون شو اسمه تنقصونه منه. فهني بنقول له ناقص اي بي، يعني ما يحتاج تنتظر هالكثر خطوات، ولكن لاني انا قاعد اشرح فقاعد ابطئ الخطوات عشان يكون واضح انه شنو قاعد تسوي. زين بعدين شنو بعدين شنو بعدين شنو بيتكنسل الاثنين، بيبقى عندنا 4a يساوي 4b. زين يوم نوصل هني شنو بيصير الحين؟ يبقى علينا شنو، تخلصنا من كل شيء، باقي الأربعة. شلون نتخلص منها؟ نقسمها على الطرفين. زين فبنقول له قسمة أربعة، وهني بعد قسمة أربعة، بتصير شنو الجواب النهائي اللي احنا كنا نبغيه؟ بنقول له A equal B. خلاص هني وصلنا الناتج اللي نبغي. كل هالمسألة سويناها، ساعات الدكتور يختصر يكتب بس دي أو بس هالخطوة وما راح يروح A B. إذا ما أدري إذا أنتم مسموح لكم تختصرون ولا لا، ما أعرف، ولكن إذا مسموح وايد تمام. فشنو فدايركت وصلنا من function A equal function B إلى شنو A B دايركت. فهني أثبتنا إن شنو النهاية هو أنتو. أوكي فهني آخر شيء بنقول له function is لا سوري one to one the function. أوكي function one to one. إذا ما دام هني صار سيدة فأشوف نكمل على هالطرف. والمعادلة اوريدي موجودة بعد. الحين شنو يبقى علينا؟ نشيك هل هو onto ولا لا. اذا بنقول له لحظة بس خل غير اللون. زين onto ولا لا؟ شلون بنشيك؟ مثلا ما هم ساعة بنروح بنقول له let شنو y element of شنو of the domain r. اوكي of r بعدين بنقول له if x equal y. تمام بس خلا بعدل الإلمنت هني. أوكي هني شنو بصير implement فنأخذ الimplement. أوه هني نسيت الimplement كامل، مفترض كلهم يكونوا implements ولكن نسيتهم. إذن ف مو مشكلة، أنتوا بعدين حطوا الإلمنت كساعة حق كل واحدة فيهم إلى آخر شيء، لأن هاي اختصارات يعني فما أدري هل وهاي اللي بالأحمر مو لازم تكتبونه.
كلهم. واهم شيء كان عندنا هاي اخر واحده اللي وصلتنا حق النتيجه. هني بعد نفس الشيء بنقول له انت implement الى شنو، خلينا نحطها تحت افضل implements. عندنا الفانكشن بنخليها تساوي واكس، خلينا ناخذ الفانكشن نفسها equal y. إذن الحين هدفنا شنو؟ مثل ما سوينا مساعة ان نضبط الفانكشن ونخلي نخلي الـ x هي اللي تكون الناتج والـ y تكون داخل المعادلة، اوكي؟ وهي هدفنا. فالحين شلون؟ اول شيء شنو؟ شوف هني اي شيء بالقسمة بيروح بالضرب، نقدر ناخذ ذي ذاك الصوب، وما دام يعني يساوي فما يفرق، حتى لو مثلا عكسنا خلينا هاي قدام او خلينا هاي ورا ما بيفرق. زين؟ فساعات شنو؟ مو متأكد من الاختصارات، تقدر تخليها في الموقع يراويك انه مفترض تصير شكلها بهالطريقة. زين، فخلنا نكمل. وكل ساعة implements خلنا نحط implements لا ننسى، كل ما نسوي خطوة implements إلى آخر شيء إلى النتيجة، أوكي؟ فبنقول له implements، بعدين بنقول له نقدر نكتبها بهالطريقة x plus 3 equal، شوفوا الحين ال y مضروبة في شنو؟ x minus 1. إذن هاي الحين يوم مضروبة إذا نضرب ال y في ال x شنو بيعطينا؟ مرة ثانية implements بيعطينا x plus 3 equal ال y في ال x بصير شنو؟ yx minus، لأن ليش؟ لأن y ضرب minus 1 بيعطيني minus y، أوكي؟ الاثنين مضروبين في بعض، لا ننسى هالشيء ان هالاثنين مضروبين في بعض. من كذي صار شكل الفانكشن بهالطريقه. اذا الحين شنو بسوي؟ بحط الاكس في صوب بروحه، بعدين بنقل الثري علشان يترتب انه يكون الاكسات كلهم في صوب والواي كلهم في صوب، اوكي؟ خلينا نشوف، لان الاكس ابي افتك منها، ابي الاكس مو ابي افتك منها، ابي بس تكون واحد لان هي اللي بتكون الناتج مالي. اذا فبنقول له implements يساوي، وشوي طويله بس الواحد يقدر يختصر، نقول له x plus 3 بنودي شنو ال y x بتكون بالماينس، لان ليش؟ ماينس هني ماينس هني، وبتكون y x equal minus y. تمام، خلا بس بحط لكم ليش صار كذي. هني minus y x، وهني بعد نفس الشيء minus y x. زين، بعدين يوم صار كذي انا شنو احتاج؟ اقدر الثلاثة الحين اوديه ذاك الصوب، فبتصير شنو؟ بتصير x ثلاثة بنوديها، لا قلنا بتصير x minus yx، هاي اللي كنا نبغيه، بارويكم ليش بعدين. هني بتصير minus x، اوكي، كانت بلس 3 فبتصير شنو؟ ماينس 3، لان ليش؟ نقلناها. زين، فهاي شلون صارت؟ خلا بعد نكتب هني، نقصناها من 3 نعم ماينس 3، وهني بعد ماينس 3، وشنو؟ فانتقلت يت هني. زين، الحين شنو؟ هاي بنفك ال شو اسمه، يعني بناخذ عامل مشترك حق الاكس، لان مثل ما قلنا نبي اكس واحده بس عشان نقدر نحل المساله.
فبيصير شنو؟ بيصير اكس اوكي قوس اكس ناخذ منها اكس بيبقى شنو 1 زين، وعندنا ماينس واي وعندنا ماينس اكس واي فبيبقى بس الواي زين ايكوال ماينس اي ماينس 3 زين. الحين شنو الواي نبي ننقله، الواي كامل نبي ننقله في جهه واحده بس يبقى الاكس، فشنو بنسوي؟ بنقسم نفس المعادله اللي موجوده على الطرفين اوكي، فبتصير هني بتصير اكس ايكوال ماينس واي ماينس 3، انا بخليها تحت بعدين بحط الخط ما يمديني على نقدر نرتب نخلي واي، شوفوا اذا بنرتب نخلي الواي قدام والذاك شو اسمه بعد اوكي واي زين. شوفوا هني ال1 كانت بوزيتيف فنخليها ماينس، رتبنا مكانهم اوكي لو تلاحظون خلينا الواي في طرف والهاي في طرف، ولكن شنو مع عكس الاشاره عكسنا الاشاره زين، فهاي بيكون نهايه الشكل مالها هني. خلينا نحط خط بيصير انقسم وهني فوق شنو سوينا؟ قسمنا الصوبين قسمة one minus y وهذا بعد نفس الشيء قسمة one minus y اوكي، فهاي النتيجة اللي وصلنا لها. زين فهاي النتيجة اللي وصلنا لها الحين الـ x هي عبارة عن الـ y، فشنو بنقدر نحط هاي كفانكشن نطالع انه شنو الجراف مالها، هل الجراف مالها يعني ماخذ كل الـ value في value مفقودة، خلينا نقدر نشوف. زين فبناخذ هال function y minus 3 minus y minus 3 على y minus 1 زين، دقيقة بنحط الفانكشن وبعد زين هنا قسمة، إذا في طريقة ثانية أحسن من كذي تعرفونها خبروني، ما دورت صراحة فحسيت هاي شو اسمه أسرع طريقة y minus 1 زين. فهاي شنو بيكون الفانكشن مالي، خلينا نشوف الجراف شلون بيكون طريقته، لان الجراف يعطيني وايد قيم دايركت احسب لي اياها. زين في عندي فتشه لو نشوف في فتشه فيها في فتشه عقب شنو خلينا نشوف وين الواي وين الز اوكي في فتشه في فتشة في أرقام شنو الواي عندنا المهم الحين في أرقام زيرو مثلا في فتشة زيرو زين، وش اسمه الدومين مالي لازم شنو يكون لازم يكون R وكل أرقام الـ R كلهم كامل، لأن ليش في الدومين هني في الكودومين ما حط لي ماينس شيء حط لي كل الأرقام زين. فمثلا شوف هني اول شيء يخطر على بال الواحد انه شنو لو ياخذ y كفانكشن بيكون مو انتو، لان ليش بيكون هني انفينيت، خل اراكم شنو اللي اقصده دقيقه
إذا فالحين تكملة ما دام وصلنا هني، فشنو الحين؟ الحين بنقول له قاعد ادور لكم الصياغة اللي مفترض نكتبها. بنحط له مثال اوكي، وبنحط الفانكشن مثلا. شنو بنقول له؟ بنقول له فانكشن خليني اسود. بنقول له فانكشن، لان الحين شنو عندنا؟ احنا بنعتبر بهالطريقه y equal x اوكي. هاي الفانكشن مالنا حاليا، احنا نتعامل بهالطريقه لان عكسنا الفانكشن كامل. فشنو بنروح له؟ بنقول له f اللي هي y، او نقدر شنو نقول له y equal 1 زين equal 1 there is no x element of شنو of R. تمام، فهاي نقدر نحطها كش اسمه. خلينا نتشيك الفانكشن مالنا، نتاكد، نحط ارقام علشان نعرف هل كلامنا صح ممكن كلامنا غلط. فبنحط هني واحد زين، وهني واحد، نتاكد ان السالب موجود. اوريدي ما بيفرق لان شنو بيكون انفينيت مثل ما تشوفون، انفينيتي اعطاني زين. ما في ان الفانكشن مالتي غلط. خلونا نشوف ارقام ثانيه بيعطيني شيء. على فكره خلونا نشوف، انا اتوقع غلطان في شغله، مو ار مفترض زد، مسامحه، زد مسامحه. مفترض مو ار، لان ليش هني كامل يصير بالعكس، حتى هني زد ما اقول غلطان، لان الواي تعتبر النتيجه. سوري شباب. فهني بيكون شنو؟ بيكون زد. هني بعد زد مو ار، يعني ليش احنا نبي النتيجة؟ احنا نعطي ار هو يعطينا الزد، فهمت علي؟ هني بيكون عندي زد، حاسبه من هالنقطة. وايد ترى يصير خربط، وعلى فكرة مو زد عادي، زد ماينس لحظة اتوقع صاد مخربطة، دقيقة بس شباب. لا مفترض ار، ايه ار صح، ار صح، لان ار هو، دقيقة بس شباب ذكرت، لان عندي الدوكيومنت ثاني مشغلة. اتوقع ار صح، خلنا نشوف. ايه صح كان صح، سوري تخربط. الزد هني اوكي، الزد هني ار صح، حتى اللي تحت صح بعد صار. زين حتى اللي تحت صح ار، وراحوا لتحت بال صار يكون قصلي اشوى. اذا حتى الار اللي هني اوكي، حتى الار اللي هني مفترض شنو صح. لا لحظة خلنا نشوف اكس واي. لا انا الصياغة كتبتها غلط، مو مشكلة نرتبها مرة ثانية. الصياغة كتبتها غلط،
زين الحين اذا شو اسمه فانكشن تساوي الواي، زين الاكس اللي بيعطيني هنا مفترض الاكس اللي بيعطيني ايه شو هني الاكس اوكي اكس نوت الاكس اللي عطاني نوت امبلمنت حق شنو حق زد ماينس 1 ايه اللي هو شنو عطاني عطاني انفينيتي انفينيتي مو ضمن شو اسمه او ضمنه يمكن انفينيتي ضمنه ترى ضمنه لا ضمنه خلنا بتشوف دقيقة هاي مش كالسؤال يخربط بس ما عليه إذا تخربط الواحد يتخربط شنو يروح حق رقم ثاني مثلا شنو بيحط شوفوا هني أنا شنو عندي عندي انتجر زين إذا مثلا الواحد خربطني أوكي بيقول أوكي ممكن في إنفينيتي ممكن ما في فالغالب الزد وذلين عندهم إنفينيتي فهاي الواحد ما نقدر نعتمد عليها فشنو بنحط بنحط رقم ثاني لاحظوا هني شنو أنا عندي عندي انتجر بدون واحد زين فبروح هني مره ثانيه حق المساله شنو بحط له مثلا خل احط له 2 اطالع شنو اعطاني ماينس 5 اوكي ماينس 5 اوكي بحط له شنو خلينا نقول نحط له ماينس 2 شو كان بيعطيني اعطاني رقم كسري هل انا عندي رقم كسري في الاكس ما في فيعني شنو ان نوت ميت ان في ارقام من الار ما قعدت توصل ويا الوان الوان هاي بنشيلها بنكسلها بس بحط عليها خط عشان نعرف ان هاي غلط اوكي فشنو بنكتب مكانها بنكتب y equal minus 2 اوكي there is no x element z minus 1 على فكرة الأمثلة اللي بتحطونها وايد مو بس ماينس 2 تقدرون تحطون ماينس 5 ماينس 6 ما يفرق وايد عندكم أمثلة زين خلينا نحط 5 بيعطيكم كل أعداد كسرية فما ينفع يمكن بعد إذا رحنا في البوزيتيف أعلى بعد يعطينا أعداد كسرية شوفوا بعد ما ينفع زين كل أعداد كسرية وإحنا شنو الدومين مالنا انتجر فما يصير خلينا نروح مثلاً 10 خلنا نشوف إذا 10 يعطينا أعداد كسرية أو لا إيه أعطانا أعداد كسرية 10 بعد نقدر نأخذها كشنو counter example أعطانا أعداد كسرية ما ينفع زين عندي 10 شفنا عندي minus 5 وعندي 10 فأنتوا جربوا وحطوا counter example واحد بس أنا حطيت عشان شنو الأجواء ما تكون متشابهة. عقب ما نخلص دي شنو بنقول له؟ بنقول له function is not on to. تمام؟ احنا شي خلصنا الواجب اللي عنده اي سؤال خليه يكتبه او هاي خلينا نشوف شنو السؤال ماله